بسم الله الرحمن الرحيم. التطورات التي تجري في المنطقة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى معلومات، تحتاج إلى قراءة جيدة للسيناريوهات. النهاردة هكلمكم عن وقائع ما حدث خلال زيارة أمير قطر. لماذا الزيارة في هذا الوقت وبهذه السرعة؟ وما الذي عرضه أمير قطر على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وماذا كان رد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هكلمكم كمان على زيارة سلفا كير. سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، لماذا جاء في هذا الوقت؟ وهل ده فعلا مرتبط بأن هناك دعوة ستتم قريبا وسيكون الرئيس السيسي موجود فيها، وأنه في اتجاه بالفعل للتوقيع على هدنة دائمة ووقف إطلاق النار؟ في معلومات في هذا الأمر هنتكلم عليها أيضا. لكن الحقيقة الملف كمان الأهم هو الحوار اللي هيتم النهاردة مع الدكتورة هبة جمال الدين، أستاذ التخطيط بالمعهد القومي للتخطيط وصاحبة يعني الرؤى المستقبلية دوما، والتي تقرأ قراءة صحيحة للواقع الإسرائيلي. ماذا في جعبة دكتورة هبة جمال الدين اليوم؟ احنا لسه كانت معانا الأسبوع اللي فات، بالتأكيد هتقدم لنا الجديد خلال الحوار الكبير اللي هيتم معها بعد قليل. يا الحقيقة أنا كمواطن مصري أو كمواطن عربي أو كإنسان حر، لما بشوف المجازر الإسرائيلية المستمرة على مدى 35 يوم، لما بشوف حرب الإبادة اللي أوقعت حتى تاريخه 11,078 شهيد وأكثر من 30,000 مصاب، ده أمر يخليني أقف، مش هقول مندهش ولا غيره، لكن ساخط على هذا العالم الذي يقف ويتفرج. منذ قليل قصفت مدرسة في غزة، استشهد على أثر هذا القصف 50 شهيد. النهاردة صرخات في كل مكان تناشد العالم الذي لا يتحرك. الحقوا المستشفيات، الحقوا الجرحى والمصابين والشهداء الذين يسقطون في كل مكان. الدبابات وصل بيها الحال انها تحاصر المستشفيات. النهاردة الدبابات الإسرائيلية على بعد حوالي 200 أو 300 متر من مستشفى الشفاء في غزة، بتضرب ضربات عشوائية فتقتل الناس، بتدق المستشفيات وتعزلها وتخرجها من الخدمة. احنا قدام مأساة حقيقية. آخر خبر قبل ما نزل لكم هنا في الاستوديو، استشهاد حفيدة إسماعيل هنية رئيس حركة حماس في الخارج. دكتورة طبيبة كانت بتعالج في أحد المستشفيات ثم خرجت فاستشهدت، وكان موجود معاها عمها. الفتاة الشابة الدكتورة رؤى همام إسماعيل هنية، هي زيها زي أي حد، زي الشعب الفلسطيني العظيم اللي بيعاني الموت. بنسمع صرخاتهم بتدوي في أذاننا، بنشوف أولادنا بيموتوا في الشوارع أشلاء. وأنا حكيت لكم حكاية الأخت الصغيرة، الطفلة الصغيرة اللي شافت جثمان أخوها وهي جاية من التهجير القسري، تنهشه الكلاب وتأكله الكلاب. أي عالم هذا؟ وما زال بايدن يصدر التصريحات وبيقول لنا أنا ضد وقف إطلاق النار، أنا عايزكم يا إسرائيل تقتلوا وتبيدوا الشعب الفلسطيني عن آخره. أمام مرأة من العالم، أمام مرأة من الأمة العربية التي أصبح لا حول لها ولا قوة، مش قادرين نعمل حاجة، بنتفرج وكأنه لا توجد معنا أوراق ضغط، وكأننا أمام مشهد مسرحي.
كل واحد فينا بيتفرج، دموعنا بتنهمر ثم نذهب لنمارس حياتنا. بينما النهاردة 35 يوم، 35 يوم ايه؟ 75 سنة الشعب الفلسطيني بيتعذب، بيتقتل، بيشرد، بتغتصب أرضه، ولا أحد يتحرك. طب القرارات الدولية اللي طلعت قبل كده دي كان معناها إيه؟ طب لما أمريكا اتدخلت وضغطت على الفلسطينيين وعملت اتفاق أوسلو سنة 93 ده كان معناه إيه؟ طب لما حدثتونا عن السلام وقلتم يا عرب حانت اللحظة وحان الوقت ده كان إيه؟ بعض الناس يرجع ويقول لك ما هو الفلسطينيين لو سمعوا كلام الرئيس السادات ما كانش ده حصل. غير حقيقي، غير حقيقي. هم ادونا سينا ظنا منهم انهم هيحيدونا لان دي ارضنا وهم عارفين قوه مصر، لكن والله ما كانوا سيعطوا الفلسطينيين شيئا. هو حكم ذاتي على قطعه صغيره من الضفه الغربيه وغزه وخلصنا على كده، ثم يعودوا لينشروا مستوطناتهم فيها. ليه؟ عايزين نفهم عدونا. عدونا بينطلق من رؤية عقائدية، ده الأساس. مشروع توراتي، مشروع يهودية الدولة. ما هو لسه مسمين الضفة الغربية يهودا والسامرة لأنها مرتبطة معاهم بتاريخ. فمحدش يقول الفلسطينيين ويلقي باللوم. إسرائيل هي دي اللي انتوا شايفينها، بيضربونا، بيدمرونا، بيبيدونا بلا رحمة. أكثر من 4000 شهيد من الأطفال. إيه ذنب الأطفال؟ هم يريدون أن يكتثوا الشعب الفلسطيني من الجذور. لا أطفال ولا نساء ولا رجال ولا شيوخ. ومع ذلك أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم قادرون بالفعل، أنتم قادرون. لعايزينكم تهنوا ولا تحزنوا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ده كلام ربنا اللي لازم نبقى على يقين وعلى ثقة بصدق هذا الكلام وبصدق هذه الآيات الصادرة عن القرآن الكريم. لازم نبقى على يقين وعلى ثقة بأن فلسطين هتنتصر إن لم يكن اليوم فغدا. نعم كل إنسان مجروح فينا، نعم كل إنسان بيعاني، نعم ونحن نرى أهلنا في المستشفيات والجرحى والشهداء حوالين المستشفيات وبداخل الغرف، كل ذلك نراه مرأى العين، لكن ذلك لن ينل منا ولا من قوتنا ولا من صلابتنا ولا يدعونا إلى الهجرة، لأن دي أرضنا وده ترابنا وده تاريخنا. معانا على الهاتف من غزة الدكتور أشرف القدرة وكيل وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور أشرف نحيي صمودك ومواقفك ونحيي شعبنا الفلسطيني في غزة. ماذا عن الأوضاع الآن؟ أعرف أن القوات الإسرائيلية الآن تحاصر مستشفى الشفاء، وأعرف أن كثير من المستشفيات خرجت من الخدمة الآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا من هذا التطهير العرقي الذي بات لا يبقي ولا يظهر في كل شيء في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي زاد من حربه المسعورة على مجمعات الطبية وخاصة مجمع الشفاء الطبي، مجمع النصر الطبي، وكذلك أيضا كافة مستشفيات قطاع غزة ومنها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يقوم بالاستهداف المركز لمحيط هذه المستشفيات، وكذلك أيضا الاستهداف المركز داخل هذه المستشفيات، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة العشرات آخرين من داخل المستشفيات. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإخراج هذه المستشفيات واحدة تلو الأخرى عن الخدمة، وقبل ذلك يرتكب مجازر كبيرة ومفجعة للانقباض على الطوارئ الطبية والجرحى وكذلك النازحين في داخل هذه المستشفيات. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي اليوم
حاصر مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون، والآن يقترب إلى مجمع الشفاء الطبي، يقوم بعمل أحزمة نارية حول المستشفى ويطلق بقناصته النار على كل من يتحرك في ساحة المستشفى، وسيارات الإسعاف التي تخرج من هذا المستشفى أو ترجع إلى داخل إلى المستشفى وهي محملة إما بجثث الضحايا وإما بالمصابين، وهناك عدد كبير من المصابين والضحايا لا زالوا تحت الأنقاض، ومنهم أيضا على الطرقات في الشوارع لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم. الاحتلال الإسرائيلي عازم على الانقضاض على كافة مكونات المنظومة الصحية، حيث أعلن بشكل مستمر نيته المخيفة والتي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة حول مجمع الشفاء الطبي والدخول إلى مجمع الشفاء الطبي والانقضاض عليه، وكذلك أيضا مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يصر على إبقاء هذه المنظومة الصحية خارج عن الخدمة بكل مستشفياتها وكل طواقمها الطبية، وكما تسمعون الاستهداف لا يتوقف لحظة واحدة حول مجمع الشفاء الطبي وحول مستشفيات قطاع غزة. اليوم أصيب أحد المرضى في داخل العناية المركزة في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر من قبل القناصة وليس من قبل المدفعية. الآن القناصة تعتل العديد من الأبراج السكنية والمباني المجاورة للمستشفيات، وبالتالي هناك تهديد مستمر لهذه المستشفيات التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة مع قرب نفاذ آخر قطرات الوقود داخل المولدات الكهربائية، حيث أن هذه المستشفيات فقط أمامها ساعات حرجة للغاية لإغلاق الأقسام الحساسة ومنها العناية المكثفة وحضانات الأطفال، وكذلك أيضا غرف العمليات التي لا ليس بها أي متسع لجرحى جدد. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يرفع فاتورة هذا العدوان بمزيد من المجازر بمزيد من الضحايا، حتى الذين لا يتم استشهادهم في المكان وفي الميدان ويذهب بهم إلى المستشفيات سواء بسيارات الإسعاف أو بسيارات مدنية أو راجلين إلى المستشفيات، يتم استشهادهم إما بالاستهداف في داخل المستشفيات وإما بعدم توفر الخدمة الصحية، حيث أن هذه المستشفيات باتت نسبة الإشغال السريري لديها تفوق 190%، وبالتالي هناك آلاف من الجرحى يفترشون الأرض وساحات وممرات الأقسام، وكذلك أيضا الساحات الخارجية للمستشفيات، وكذلك أيضا غرف المرضى الآن ممتلئة بعشرات آلاف النازحين في داخل مستشفيات قطاع غزة، وبالتالي هناك كارثة صحية وإنسانية وبيئية مرتقبة في قطاع غزة إذا ما توقفت المولدات الكهربائية الأخيرة في المستشفيات ولن تشكل الشريان الأخير لعصب المنظومة الصحية، وخاصة في مجمع الشفاء الطبي الأكبر على مستوى فلسطين، وكذلك مستشفى الأندونيسي وكمال عدوان، وكذلك مستشفى القدس الذي انتهى منه الوقود تماما وباتت خارجة عن الخدمة. الاحتلال يصر على إبقاء هذه المنظومة خارج عن الخدمة حتى لا تقوم بواجبها الإنساني وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. شكرا لك دكتور أشرف القدرة وكيل وزارة الصحة الفلسطينية. كما رأيتم الآن وكما سمعتم الآن المنظومة الصحية الفلسطينية انهارت تماما أمام مرأة من العالم كله. الشعب الفلسطيني يعاني معاناة شديدة، أنتم ترون المشاهد على التلفزيونات ووسائل الإعلام كيف يتكالب الفلسطينيون على كسرة من الخبز، على قطعة من الطعام. هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ والحضارة، لا يجد كسرة خبز ولا يجد دواء ولا يجد أي شيء، ومع ذلك هذا الشعب صامد وقوي وقادر. كل تاريخه بيقول كده، مش النهاردة، نكبة 48 نكبات عديدة عانى منها الشعب الفلسطيني، تمسك بأرضه، وحتى الذين خرجوا من هذه الأرض خرجوا معهم مفاتيح بيوتهم لأنهم على يقين أن في لحظة سيعودوا فيها. وانتوا شايفين حجم المقاومة، سيبكم عن الذين ينشرون الشائعات والأكاذيب ويقولك لا دول دخلوا خلاص غزة وغيره، نعم موجودين على أطراف غزة،
لكنهم يعانون ومقاومة شديدة. منذ قليل شاعة بتقول مقتل قائد المدرعات الإسرائيلية الكولونيل شيلدار، ومعه أيضا سكرتيرته اللي كانت موجودة معاه في هذا التوقيت، وهي أيضا مجندة عسكرية اسمها آني عويدان. هذه منشورة ما بعرفش صحتها، ولكن في كل الأحوال أنا بقول إن الشعب الفلسطيني كبد إسرائيل خسائر لم تكن واردة في ذهن أي من المسؤولين الإسرائيليين. وأنا بعد قليل هقول لكم إيه اللي بيحصل في الداخل وإيه الأوضاع اللي بتتم، ولكن خليكم على ثقة إنه ما تقوم به المقاومة شرف لنا وعزة لنا، والشعب الفلسطيني لم يلجأ إلى هذا الأسلوب إلا بعد أن سدت أمامه كل المنافذ وكاد المسجد الأقصى يهدم. هذه حقيقة، الشعب الفلسطيني صامد وسيظل صامد حتى آخر طفل فلسطيني، لكن النصر بإذن الله سيتحقق مهما كان الظالمون وكانت قوتهم. بحق هذه الكلمات التي تنطلق بصدق من على ألسنة أمهاتنا، بحق نداء الأطفال للقدس وفلسطين، بحق التاريخ، بحق الجغرافيا، سننتصر. سننتصر حتى لو بقي طفل فلسطيني واحد. وأذكركم بالجزائر العظيمة التي دفعت 1.5 مليون شهيد، واستمر الاحتلال فيها لأكثر من 130 عاما، ولكن الشعب الجزائري انتصر. وقص على ذلك كثيرا، المحتل لأنه ليس صاحب الأرض لن يستطيع الانتصار ولن يستطيع الاستمرار حتى ولو بقي مئات السنين. وتعالوا نشوف، إسرائيل أطلقت العملية البرية بعد 3 أسابيع من القصف الجوي المستمر على أهلنا، وفضلت تضرب وتدمر وتسقط القنابل والصواريخ على أهلنا، وبقينا شايفين الصورة، وبقينا نبص نلاقي بدأوا العملية البرية، وكان الكلام على قضية الرهائن، وقالوا وبالداخل الإسرائيلي تكلمت ناس كتير وقالوا إن الحكومة الإسرائيلية حكومة نتنياهو ما بتديش هذه القضية أهمية. وعلى فكرة نتنياهو كان رافض الاجتماع بالأسر الفلسطينية الأسر الإسرائيلية في هذا الوقت اللي هم ليهم الرهائن بتوعهم، لغاية ما اجتمع بايدن فهو راح جيبهم وقعد معاهم يوم 28 أكتوبر، وأصبحت القضية قضية في الداخل الإسرائيلي، ودي من الحاجات اللي أيضا هيبقى لها رد فعل كويس. بس هينا بيتكلموا عن أكتر من اتجاه ممكن يتاخد فيه قرار. اتجاه بيتكلم إنه بيقول للأسرى دول مش هنقدر نفرج عنهم إلا لما يبقى فيه صفقة. صفقة مع مين؟ مع حماس، مع قوى المقاومة، هي دلوقتي اللي باتت مسؤولة في منطقة غزة. نعم هناك السلطة الفلسطينية، ولكن الذي يقبض الآن على الأسرى الصهاينة والأمريكان والغربيين الوصلين لأكثر من 243 أسير هو حركة المقاومة. طيب في ناس تانية قال لك لا، احنا مش هنعقد صفقة مع حماس لأن ده هيدي حماس قوة ويديها قدرة ويحقق لها الانتصار اللي بتسعى ليه. خلينا نستمر بان احنا نمارس كل انواع الضرب والصواريخ ونعمل ضغط عسكري شديد، ومن خلال الضغط العسكري احنا هنجبر حماس على انها تفرج عن كل الاسرى اللي عنديها. وانه اذا كانت حماس بتفرض شروطها الان وبتقول انا مش هفرج عن الرهائن الا اذا افرجتوا عن كل الاسرى، زي ما حصل ايام شريط لو تفتكروا، طلع شريط مقابل 1000 أسير فلسطيني. لكن النهارده نتنياهو وحكومته المتطرفه حكومه الحرب ما زالت بتقول والله انا ما قداميش غير الخيار الثاني، يعني انا مش هرجع الاسرى الا بالعمليات العسكريه، وان كان في لعبه من تحت الترابيزه. حماس بتقول للعالم كله وبتريد وتهدف الى انها
تربط ملف الرهائن بموقف يفضي إلى وقف إطلاق النار، يفضي إلى أن يعلم العالم كله المجازر والحروب وحرب الإبادة اللي بتشنها إسرائيل. ويمكن لما جه هنا السيد إسماعيل هنية، السيد خالد مشعل، السيد خليل الحية، وإحنا بنعزي السيد إسماعيل هنية في وفاة حفيدته، اللي النهاردة طالعة بعض وسائل الإعلام المغرضة المتصهينة اللي راح تقول شوفوا قاعدين فين وسايبين الشعب الفلسطيني لوحده. لا، أسرهم موجودة وما طلعوش برا إلا بقرار من حركة حماس. ده جناح سياسي بيتحرك برا ويتواصل، وده جناح عسكري موجود في الداخل. كل التشكيك اللي انتوا بتقولوه والكلام اللي بيتقال في كل مكان دعاية رخيصة هدفها تدمير معنويات الشعب الفلسطيني، هدفها بث الشكوك في داخل المقاومة. فعشان كده بنقول ان الحكومة الإسرائيلية لما بترفض ولازم الخير العسكري، في المقابل أيضا حماس حتى الآن بترفض الهدنة المؤقتة. إيه يعني تديني 4 ساعات عشان تعمل ممر آمن وتطلع الناس من الشمال للجنوب؟ ما ده لصالحك. على كل حال، إسرائيل وهي بتسعى في هذه الحرب حاطة مجموعة من الأهداف. أول هدف قالت أن أنا لازم أسقط حماس ولازم أحرر الرهائن. طيب كيف ستسقطين حماس؟ هل تستطيع الحكومة الإسرائيلية وآلة الجيش العسكري الإسرائيلي أن تفتش العقول؟ المقاومة فكرة في ذهن وفي عقل الشعب الفلسطيني، ومن ثم فإن كل من يتصورون أنهم قادرون على اكتثاث حماس من الجذور هم واهمون، لأن دي فكرة والفكرة هتفضل حية. لكن عشان كده هم بيتكلموا اليومين دول، تراجع خطاب ان احنا نقضي على حماس الى خطاب اخر بيقول ان احنا نضرب البنية التحتية لحماس. معنى ضرب البنية التحتية لحماس انك بالتأكيد لن تستطيع انك تضرب حماس. اذا حماس موجودة، حتى لو انت دخلت غزة في كل مكان كل مراهناتك مراهنات غير صحيحة. وعشان كده لما بدأ الكلام عن صفقة مع حماس اتقال يفرجوا عن عدد من الناس واحنا نفرج عن عدد آخر من الناس. وعشان كده يمكن جه النهاردة، امبارح كان عندنا وفد من حماس، وقبلها كان مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وراح مدير المخابرات المركزية الأمريكية اجتمع في قطر بحضور رئيس الوزراء القطري وأيضا مدير الاستخبارات الإسرائيلية، وكان الموضوع ده مطروح على الترابيزة. النهاردة لما جه أمير قطر جاء ومعه ملف كامل عن المباحثات التي جرت بين قطر وبين مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية والمسؤول الإسرائيلي. وكانت وجهات النظر اللي حددها وتحدث عنها السيد أمير قطر اللي جه النهاردة، إنه جماعة الأمريكان مع ضرورة أن تكون هناك هدنة ولو مؤقتة بشكل أو بآخر، بينما الموساد الإسرائيلي بيقول لا، ما فيش هدنة إلا إذا تم الإفراج عن كامل الأسرى اللي هم موجودين في هذا الوقت. على كل حال، المباحثات التي أجرتها أو اللي أجراها أمير قطر هتكلم عنها، لكن تعالوا نشوف تقرير صحفي ثم نعود إليكم مرة أخرى. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الذي يقوم بزيارة لمصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد. واتفق
اتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف اطر التعاون واليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين. واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات شهدت الاشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وفي ذلك السياق بحث الزعيمان التصعيد العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات اقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة، كما تم تأكيد رفض اي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني او دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القسري. واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالاشادة الى ان الجانبين اكدا استمرار التشاور من اجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق وصولا الى اقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة. وفي نهاية الزيارة حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر من مطار القاهرة. طبعا المباحثات تناولت بين الزعيمين كافة القضايا المعنية الراهنة، ومن بين هذه القضايا بالتأكيد كان قضية الرهائن. والرئيس السيسي أيضا يعني أطلع أمير قطر على التفاصيل آخر مباحثات أجراها الوفد الفلسطيني المنتمي لحركة حماس هنا في مصر، ويبدو أن الأمور ما زالت حتى الآن في الملعب الإسرائيلي. إسرائيل حتى الآن تعرقل وترفض حتى كل ما يمكن تسميته بالمطالب الأمريكية. الامريكان عايزين يوصلوا الى صفقة من خلالها يطلعوا العناصر بتاعتهم وفي نفس الوقت يحققوا انتصار، ولكن اسرائيل حتى الان ترفض هذا الامر. والموافقة المبدئية اللي قالتها على الهدنة هذه هدفها هو تهجير الفلسطينيين من شمال غزة الى جنوب غزة. على كل الاحوال اتفق الزعيمان على استمرار التواصل بينهما وبين بعضهما البعض، وأيضا تحدث عن موضوع القمة العربية وعن مشروع القرار الذي سوف يصدر. والأيام القادمة بالتأكيد ستتواصل هذه المباحثات بقصد إتمام صفقة الرهائن مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأيضا بحث مسألة الهدنة التي يجب أن تقف فورا، وأيضا كلام عن وقف شامل لإطلاق النار في الفترة القادمة. فاصل ثم نعود معكم لنكمل بقية الفقرات بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين ومتابعين، بكرة هتبقى في قمة طارئة في المملكة العربية السعودية. القمة دي جاءت بناء على دعوة من المملكة وأيضا من دولة فلسطين. القمة في هذا الوقت اللي سبقها طبعا اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالتأكيد جاية في وقت بالغ الحساسية ومشاعر الناس فيه غاضبة في كل مكان. الشارع العربي بينتظر قرارات، بينتظر إجراءات حاسمة تعبر وتعكس حجم الغضب من اللي بيحصل ده، تتناسب مع بشاعة ما يجرى الآن من عدوان ضد شعبنا الفلسطيني. القمة دي طموحاتها يفترض أن تكون كبيرة وهكذا يعتقد البعض، لكن أنا عايز أقوله ده مش سر إن كثيرين بيقولوا يعني هتعمل إيه القمة العربية. لا، القمة العربية لو أرادت أن تفعل ستفعل الكثير، ودي مهمة تاريخية ملقاة على عاتق الزعماء العرب في هذه الفترة المهمة، لأنه مش معقول هذا المشهد الذي يحدث في فلسطين وإحنا في النهاية هنطلع قرار بالتأكيد لنجد آلية للتنفيذ بأي حال من الأحوال. الكلام اللي بيتقال والله احنا يعني مشروع القمة كده
هيأكد على الموقف السياسي العربي تجاه القضية الفلسطينية. القمة هتتخذ موقف واضح من دعم مصر والأردن ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين. القمة هتأكد على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا. هيبقى في يعني مطالبة أيضا بضرورة أن يكون هناك مسار سياسي شامل. طيب هذا الكلام هيطلع، هل هذا هو الذي في قدرة الأمة العربية؟ على كل حال معانا السيد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية من الرياض. سيد السفير مساء الخير، أسألك عن تفاؤلك بمشروع القرار الذي يفترض أن يصدره البيان الختامي للقمة التي ستعقد غدا في ضوء المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية. نعم اهلا وسهلا مصطفى. طبعا كان في يعني جلسات مطوله، وفي النهايه تم الاتفاق على مشروع قرار يرفع الى القمه ان شاء الله، وهو مشروع قرار يعني شامل ويتعامل مع الوضع بكافه جوانبه ويتضمن يعني كافة عناصر الموقف السياسي الواجب تضمينها في قرار من هذا النوع وعلى هذا المستوى، سواء فيما يتعلق بالإصرار على وقف فوري لإطلاق النار أو على فكرة رفض التهجير القسري أو التهجير الجبري للسكان بأي شكل من الأشكال، وأيضا الحديث عن التمسك بأفق سياسي وضرورة عمل المجتمع الدولي بالأفق السياسي والمسار السياسي والتسوية السياسية، لأنه بدون هذا تظل القضية الفلسطينية ينظر إليها ويتعامل معها من جانب قوة الاحتلال فقط على أنها قضية أمنية ولا يوجد فيها أبعاد سياسية، وهذا أمر خاطئ تماما و لا يمكن الموافقة عليه. فيعني كل هذه العناصر وغيرها موجودة في مشروع القرار المطروح على القمة إن شاء الله. لكن سيد سفير، قضية التهجير الإسرائيلي إلى غزة وإلى الضفة هل سيكون لها نصيب في هذه القمة بشكل واضح؟ طبعا طبعا هي ما يعني موجودة وفي نص إن شاء الله لما يطلع القرار وتعتمد القمة هتشوفوه في قرار في فقرة واضحة جدا في هذا المجال وتتحدث بشكل واضح عن هذا الموضوع ورفضه بكل الأشكال. فبالتالي هذا الموضوع لا خلاف عليه، الموضوع يعني موضوع إجماعي. طيب سيد سفير، يعني دايما القمة تصدر مقررات، لكن آلية التنفيذ هل هناك آلية محددة يمكن الارتكان إليها؟ يعني خلينا نقول انه القرار المفروض انه يصدر بكره هو قرار يعبر عن موقف سياسي عالي المستوى من متعدد الجوانب، وبالتالي هذا القرار يعني آلية تنفيذه بيتابعها الامين العام للجامعة العربية ويكلف بهذا طبعا في كل اتصالاته وفي كل الجهد الذي تقوم به الأمانة العامة مع كل مجالس السفراء العرب في الخارج بيتابعوا تنفيذ هذا القرار في أوجهه المختلفة، سواء في عواصم الأمم المتحدة مثل نيويورك وجنيف أو عواصم اتخاذ القرار اللي هي العواصم الغربية أو موسكو وبكين وغيره، كل الأماكن دي احنا لنا فيها تواجد ومجال السفراء عرب نشطة ومكاتب جامعة عربية نشطة، فدي هي آلية التنفيذ فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ هذا القرار وكل العناصر السياسية التي يتضمنها. نتمنى لكم التوفيق. شكرا السيد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
الأيام الماضية خلال هذا الأسبوع الحقيقة زار القاهرة سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان. الناس تساءلت لماذا سلفا كير ولماذا في هذا الوقت اللي العالم مشغول فيه بقضية ما يجرى في غزة. طبعا احنا شايفين دلوقتي لينا حوالي 7 شهور مضت على الحرب السودانية. هل هناك بالفعل كما يتردد فرصة للحل السلمي؟ الكلام ده الحقيقة واضح انه يمضي نحو الجدية زي ما احنا شايفين في مسار جدة اللي دايما كانت بترعى المملكة العربية السعودية ومعها امريكا. المسار ده بدأ ينشط مرة اخرى من يوم 28 اكتوبر. في ايضا وحضر معهم المرة دي ممثل من الاتحاد الافريقي في مسار جوبا ده اللي بيرعاه رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، وده بيتم بين القوى المدنية وبين الحركات المسلحة اللي وقعت قبل كده على اتفاق جوبا. وفي كمان المسار اللي أثمر مؤخرا عن تشكيل جمعية وطنية هنتكلم عليها بعد شوية، اللي هو ده مسار أديس أبابا، والمسار ده هو مسار سياسي اتعمل بهدف انه يبقى في إمكانية لحل سياسي. في حتى الآن يعني توافق ما بين الطرفين سواء الدعم السريع أو الجيش السوداني لأول مرة على هدنة طويلة، بشرط أنه يعني يكون في اتجاه حقيقي ورعاية حقيقية من كثير من القوى الدولية في الفترة القادمة. لما جه سلفا كير إلى هنا أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الأمر وعلى المباحثات اللي جرت في جوبا، وأطلعوا أيضا على التواصل اللي تم في الفترة الماضية، ويحتمل أن تكون هناك دعوة تتم في الأيام القادمة تشارك فيها تشاد وتشارك فيها القاهرة جنبا إلى جنب مع جمهورية جنوب السودان. والحقيقة استعرض الزعيمان كل القضايا المطروحة في الوقت الراهن والمسارات المطروحة على اعتبار أن يكون في إعلان لهدنة طويلة. يمكن أن تتم هذه الهدنة سواء في جدة أو في أي مكان آخر، ولكن هناك قناعة لدى اللاعبين الرئيسيين في المحاور الثلاثة اللي أنا تكلمت عليها على أن يكون في حل سريع وعاجل. على كل حال معانا على سكايب السيد اللواء وليد عز الدين ممثلا عن يعني قوى الحرية والتغيير، وكان مشاركا في البيان الذي صدر مؤخرا في الفترة الماضية. سيد اللواء وليد اهلا وسهلا بيك. كان هناك اجتماع في أديس أبابا خلال الأيام الماضية، خرج عنه بيان وتم فيما أعتقد اختيار السيد حمدوك كرئيس مؤقت. ماذا يحوي هذا البيان وكيف ترون إمكانية القبول به من قبل الجيش السوداني ومن قبل الدعم السريع؟ مرحب الأستاذ مصطفى بكري صاحب الغلم الساغب، ومرحب بقناة صدى البلد الأنيغة، وعبرك أحيي المشاهدين وأترحم على كل شهداء الحروب العبثية، شهداء السودان وشهداء غزة. بداية أعتقد أنه آن الأوان لأنه كل القوى السياسية وكل الشعب السوداني يغيف وقفة واحدة ضد هذه الحرب الوصفة كل من الغادة، إذا كان سعادة الفريق عبد الفتاح البرهان قائد العام للقوات المسلحة والفريق حميتي، إنها دي حرب عبثية. لذلك يجب كل الناس تقيف ضد هذه الحرب وترفع شعار لا للحرب، لما أوجدته من دمار وخراب وفقدان للأرواح وانهيار أو انهيار كامل للحمة السودانية. وإذا استمرت هذه الحرب حتمشي في اتجاه الحرب الأهلية، وهذا ما نخشاه وما نخافه.
لذلك يجب على كل الشعب السوداني، القوى السياسية والقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني كلها تقف يد واحدة وترفع شعار لا للحرب، وكل من لديه اتصال وتواصل مع القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع عليه أن يناشدهم بوقف إطلاق النار حماية لأهلنا وحماية لما تبغى في العاصمة وفي المدن الأخرى، إذا كانت نيالة، إذا كانت زالنجة، إذا كانت الجنينة. إذا ماذا عن اجتماعات أديس أبابا سيادة اللواء؟ اجتماعات أديس أبابا، اجتماعات أديس أبابا تداعت مجموعة كبيرة من بدعوة من لجان المقاومة، وطبعا لجان مقاومة الحاج يوسف تحديدا، لجان المقاومة كان لها دور كبير جدا في نجاح الثورة. ولعبت دور كبير جدا يعني، وتعرضت لكثير من الإخفاقات والإحباط بسبب السياسات الغير مدروسة تجاه هؤلاء الشباب اللي هم وقود الثورة وهم مستقبل السودان. فهم رأوا إنه المسألة دي لازم تقيف، وقدموا المناشدة دي واستجابت لها مجموعة كبيرة جدا من القوى، من ضمنها قوى الحرية والتغيير. فهذه القوى ومجموعات أخرى، مبادرة المنصة بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ومجموعات من منظمات المجتمع المدني، ومجموعات كبيرة جدا تنادت على أن تلتقي في أديس أبابا وأن ترفع شعار لا للحرب، وأن ترفع شعار مسائل التنمية ومسائل إعادة إعمار البناء والعدالة الانتقالية لما جرى في هذه الحرب العباسية كما يطلق عليها، كل من سعادة الفريق عبد الفتاح البرهان وسعاد والفريق محمد حمدان دقلو. فكانت الاجتماعات ناجحة، وصلوا لتشكيل لجنة للدعوة لقيام مؤتمر جامع تدعو فيه كل القوى السياسية السودانية وكل المنظمات المجتمع المدني لتتحد كلها في كلمة سواء، لأجل أن تضع حد لهذه الحرب وتضع حد، وكل الناس ترفع شعار أرضا سلاح. وأرضا سلاح ونبدأ في المرحلة الثانية اللي هي المرحلة السياسية، مرحلة كيف يحكم السودان، مش يعني ما من يحكم السودان، كيف يحكم السودان بتمايناته وبتعدداته وبقبائله المتباينة. لذلك هذه الجبهة المدنية لوقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطية اللي يختصر لها تقدم، نعول عليها كثيرا كثيرا جدا في انها تساعد او تساهم في وقف هذه الحرب الذي اتت على الاخضر واليابس. شكرا لك يا سيد اللواء وليد عز الدين، احد ممثلي القوى المدنية التي شاركت في اجتماعات أديس أبابا. بدأت أمس الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024. كان كل مرشح لي رمزه الانتخابي، وكان الحقيقة يعني المشهد الانتخابي الذي بدأ وانطلق هو أحد المفاصل السياسية الهامة في المرحلة الحالية. الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل التنافسي هي ضرورة لتدعيم العملية الديمقراطية وتنفيذا لما نص عليه الدستور، وأيضا ترسيخا للمؤسسات مؤسسات الدولة المصرية والتأكيد على سيادة القانون والدستور. مشهد مهم ورسالة نبعث بها للعالم بأسره وللمجتمع الدولي. طبعا مسألة الإقبال الجماهيري مسألة أساسية ومهمة، هي التي من شأنها أن تخرس كل المشككين. هتكون في محاولات لإفساد الانتخابات بالشكل اللي احنا بنشوفه، لكن الشارع المصري يقف حائط صد
دفاعا عن تجربته الديمقراطية والدستورية. تقرير عن حملة الرئيس السيسي، ثم نعود إليكم مرة أخرى. دعوني أذكر حضراتكم بالمحددات الأساسية للحملة وفق ما وجه به السيد المرشح. فحملتنا حملة غير نمطية في أهدافها وفي سبل عملها، فهي قائمة على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع، وقائمة على الحوار والتفاعل وليس الدعاية التقليدية، وهذا لأن مرشحنا لا نقدمه للمرة الأولى للشعب المصري، بل الشعب على معرفة وثيقة بسيادته. وحملتنا أيضا حملة مرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي ومنفتحة على الجميع، وأي محب لمرشحنا فهو جزء من هذه الحملة، وهي أيضا حملة تفاعلية تتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا كما سيتضح لكم بعد قليل. أخيرا، حملتنا حملة جامعة لجميع المصريين، عابرة للأحزاب والجهات والكيانات، وجوهرها الشباب، سواء كان في مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، متبنية سياسة الحوار والانفتاح على الجميع مع الاحترام الكامل للقانون المنظم للعملية الانتخابية والجهات القائمة على ذلك، وكذلك كافة المرشحين. أما على المستوى القانوني واللوجستي، فقد طلبنا من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح، ونؤكد مرة أخرى على احترامنا لنصوص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وعزمنا على تطبيقها التطبيق الكامل نصا وروحا. السيدات والسادة الحضور الكريم، في الفترة التي تلت التدشين اتبعت الحملة بناء على توجيه المرشح سياسة الأبواب المفتوحة، فقامت بدعوة الجهات والمؤسسات التي أعلنت عن تأييدها لموقف مرشحنا في هذا المقر، لنتقدم لها بالشكر ونطلب منها الدعوة للترويج للعملية الانتخابية وتوعية المواطنين وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم وتنسيق الجهود. وخلال هذه الفعاليات ناقشنا العديد من الأفكار والظواهر، والحقيقة أننا قابلنا عددا كبيرا من المؤسسات والأفراد، وسوف أعرض لحضراتكم بيانا تفصيليا عن هذه الأنشطة واللقاءات. كما قمنا بناء على توجيه المرشح لنا بدعوة عدد من الخبراء الوطنيين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات، ونعتزم الاستمرار في عقد هذه اللقاءات التشاورية للاستفادة من عقول المصريين وخبراتهم المتراكمة لخدمة الوطن في مختلف المجالات، وبما يجعل رؤية المرشح رؤية جامعة تحيط بجميع وجهات النظر والآراء. أيضا المرشح الرئاسي فريد زهران عقد مؤتمرا جماهيريا شرح فيه برنامجه. تقرير ثم نعود. بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لمرشح الانتخابات الرئاسية 2024 ورموزهم الانتخابية التي سيستخدمونها المرشحون بالسباق الرئاسي، بدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تستمر لمدة شهر بدءا من اليوم 9 من نوفمبر 2023. لذلك جاء هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده المرشح الرئاسي فريد زهران لتقديم نفسه وبرنامجه الانتخابي، والذي تعهد بتنفيذه في حال فوزه بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية. وجود أكثر من مرشح أمر مفيد، كنت أتمنى أن يكون هناك مرشحين آخرين من المعارضة، للأسف هو لا يوجد سوى مرشح واحد من المعارضة هو أنا. كنت أتمنى أن يكون هناك أكثر من مرشح للمعارضة، وأن يكون هناك أكثر من خطاب معارض حتى يتسنى للناخب أن يفاضل فيما بينهم. خفض النفقات في مجالات ووقفها في مجالات أخرى، جدولة الديون، مشروع وطني زراعي، بنتكلم على حكومة اقتصادية سياسية، بنتكلم على
التزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة. من بكرة هنبدأ نجوب المحافظات إن شاء الله، بكرة في أسيوط، بعد بكرة في الغنايم وساحل سليم في ضواحي أسيوط، بعدها بكم يوم هنروح الفيوم، بعدها بكم يوم هنروح أسوان ثم إدفو ثم سوهاج وهكذا دواليك. بنجوب جميع المحافظات الحملة الانتخابية بمشاركة المرشح الأستاذ فريد زهران بنفسه. ارتكز البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران على 3 محاور رئيسية، هم المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، حيث أعلن القائمين على حملته أثناء تقديم تفاصيل هذه المحاور بالمؤتمر الصحفي أن كل ما يتضمنه البرنامج الانتخابي للمرشح جدير بتقديم حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية حسب قولهم. وبينحاز للعدالة الاجتماعية، وبينحاز لأولويات مختلفة اسمها الصحة، الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، والإسكان، والطرق، والمرافق اللي بتحسن حياة المواطن. وفي الاقتصاد بيقول لا، خلونا ندي الأولوية للمشروعات اللي بتعمل عائد تنموي مستدام وفي نفس الوقت سريع يخلي الاقتصاد حالته أفضل. نتناول أهم الملامح الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، سواء على مستوى المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها من الملامح الهامة اللي مهم إن احنا نستعرضها مع الناس. وطبعا هو بيمثل بداية لإطلاق حملتنا الانتخابية إن شاء الله، اللي هو هيتخللها طبعا دعاية انتخابية في الشارع ومؤتمرات جماهيرية في مجموعة من المحافظات. ندعو كل فئات الشعب المصري المختلفة اللي هي تيجي وتدلي بصوتها سواء للسيد فريد أو لغيره من المرشحين، حتى يكون لدينا استحقاق دستوري متكامل. الحق لا يمنح ولكن يؤخذ، من الضرورة أن السادة المواطنين يقبلوا على المقار الانتخابية ويدلوا بأصواتهم لمن يريدون. كما أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران عن التشكيل الرسمي لها، وأيضا المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة. وكذلك أعلنت عن خطتها الدعائية والمؤتمرات التي سيتم انعقادها طوال فترة الدعاية الانتخابية التي سيقدموها بعدد من المحافظات المصرية بدعم عدد من الأحزاب السياسية. انطلقت أمس الخميس فعاليات الملتقى العلمي السنوي 13 دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قندير رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية ورئيس المؤتمر. تقرير ثم نعود إليكم. سيادتك قول سيادتك ده الملتقى 13 كما ذكرت في الجلسة الافتتاحية. على مدار أكثر من 12 عام جامعة كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان تناولت ملتقيات هامة جدا تهم قضايا هامة جدا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي. النهاردة احنا في أصعب مرحلة، مرحلة الانتقالية. هذه المرحلة هامة جدا على وجهتين، طبعا بلا شك سيناء هي القلب من هذه المشاكل كلها. إدارة الكلية وجامعة حلوان على تنظيم مثل هذا اللقاء والمنتدى بيمس قضية هامة جدا. المتخصصين اللي معانا في الندوة اتكلموا عن تنمية سيناء ودي قطعة عزيزة من أرضنا كلنا لازم نهتم بيها. يعني أنا يمكن تناولت الموضوع من جانب آخر إلى جانب دور الجامعات في تنمية المجتمعات الصعيد وسيناء. اتكلمت عن دور الجامعات في بناء الإنسان المصري. بناء الإنسان المصري قضية في غاية الأهمية، لأن هي اللي هتضمن انطلاق المسيرة وضمان استمراريتها الفترة الجاية. طبعا احنا كنا بنتكلم هنا في جامعة حلوان على التنمية المستدامة كاملة، وتكلمنا عن تنمية الصعيد، وتكلمنا عن تنمية حياة كريمة، وتكلمنا عن تنميات كتيرة جدا جدا. بفضل الله الحمد لله احنا دلوقتي ماشيين بالتوازي
مع جميع التنمية داخل القاهرة وفي نفس التوقيت داخل سيناء. سيناء طبعا الغالية بالنسبة لنا طبعا، الحمد لله بفضل الله حاليا احنا بدأنا مشروعات كتيرة جدا جدا في سيناء. والله هو الاستثمار والتنمية الحالية بتكون وفقا للاقتصاد الأخضر ووفقا لمنهجية التنمية المستدامة، لأن احنا يعني لو بدأنا من الأول يعني بطريقة فيها استدامة في التنمية هتفضل يعني هتقل تكلفتنا ويبقى لينا فرصة في المنافسة للأسواق العالمية. هو ملتقى جه في وقته وحضرتك شايف الأحداث وترابط الناس مع بعضها وجبهة داخلية وجبهة خارجية، فكان الدور اللي موجود ان احنا متواجدين دلوقتي في اكتر من لقاء مع مثلا سيادة اللواء شريف صالح ده من هيئة تنمية الصعيد. بعد الفاصل هيكون معانا لقاء مهم جدا مع الدكتورة هبة جمال الدين الأستاذ بمعهد التخطيط القومي والمتخصصة في الشأن الإسرائيلي بعد الفاصل. نستضيف اليوم مجددا خبيرة في الشؤون الإسرائيلية، إنها الدكتورة هبة جمال الدين الأستاذ بمعهد التخطيط القومي. دكتورة هبة أهلا وسهلا، منذ أيام استضفناك هل ترون أي متغير قد حدث في المشهد الفلسطيني على كافة المستويات؟ أهلا بحضرتك يا فندم. هو إحنا يعني بدأت الصحف الإسرائيلية تتكلم عن بعض الغموض، يعني فك بعض الشفرات اللي احنا شفناها يعني، وبدأت تؤكد يعني شكوكنا ان ما تم هو صنيعة اسرائيلية بالاساس. بدأوا اسرائيل هيوم مثلا بدأت طلعت خبر خطير، قالت ان القيادة الاسرائيلية ادت اجازة للقوات الاسرائيلية اللي كانت موجودة على الحاجز اللي بيفصل غزة عن مستوطنات غلاف غزة، يعني 80% من القوات خدوا اجازة اجبارية. نعم. وسابت بس 20% من القوات. ده يؤكد ان كان في ان في تواطؤ من القيادة الاسرائيلية. طيب هو ايه اللي حصل بقى؟ انا في تقديري يعني ان ما حدث من قبل حماس هو بسبب يعني قيام بن غفير باشعال وضع الاسرى في السجون الاسرائيليه. وحضرتك لو تتذكر قبل الاحداث بايام بسيطه كان عندنا مسجون اسمه كايد الفسفوس، كان اضرب عن الطعام وكان بيعاني وضع صحي سيء جدا، وكان هو وغيره عدد كبير من الاسرى اخذتهم اسرائيل دون تحقيق اداري. ورفضة خالص حتى زيارة أهليهم ورفضة يعني التحقيق معهم. وكل الأسرى اللي في السجون الإسرائيلية تضمنوا وقالوا إن إحنا برضو هنضرب عن الطعام. وقتها أعتقد إن حماس حاولت إنها تعمل عملية عملية من عمليات المقاومة علشان تاخد أسرى وتبتدي تتفاوض عليهم، علشان كده كانت حماس حريصة إنها تاخد أكبر قدر ممكن من الأسرى. ولكن برضو هرجع بقى لكلام هارتس وقلت اتكلمنا مع حضرتك فيه في إطار الحلقة اللي فاتت، إن عدد كبير، وده اللي قالته هارتس وطلبت بالتحقيق، عدد كبير من الجنود الإسرائيليين هم اللي أطلقوا النار على أغلب القتلى الإسرائيليين. يعني في تواطؤ بين القيادة الإسرائيلية لحدوث مجزرة، والنفعية دي بصراحة مش جديدة على الإسرائيليين. نعم. احنا كلنا حضرتك عارف تتذكر والسادة المشاهدين تذكروا فضيحة لافون
يعني هي نفس العقلية النفعية، ان هو يقتل يعمل مجزرة مقابل ان هو ياخد هدف وثمن اسمن او هدف اغلى هو بيسعى ليه. وهو فعلا قدر ان هو يحاول يوصم حماس بالارهاب، بيبتدي يبقى عنده كارت بلانش من الغرب ان هو يضرب غزة دون مراعاة لحقوق الانسان ولا القانون الدولي الانساني ولا معايير القانون الدولي. فبدأت بعض يعني الصحف الإسرائيلية تكشف عن خبايا ما حدث. فأنا يعني أؤمن الآن فعلا أن ما حدث هو مخطط إقليمي أكبر بدعم أمريكي غربي. وبالأساس هو قيادة أمريكية، هو جزء من صفقة القرن وكان لابد منه لتصفية القضية الفلسطينية. طيب، أمام استمرار هذا العدوان وبهذا الشكل، هل يمكن بالفعل أن تتسع الحرب لتشمل دولا أخرى في ضوء وفي سياق ما يحدث الآن؟ طبعا. خليني بقى أقول لحضرتك يعني ما طرح من بعض الجرائد الأوروبية بالتفصيل بأسماء حول مستقبل المفاوضات بالنسبة للقضية الفلسطينية وما يلي ذلك بالنسبة للدول العربية. بالنسبة للقضية الفلسطينية بدأوا يتكلموا هنا إن احنا هنعمل زي ما حماس عايزة، هنخرج كل الأسر ونبيض السجون في مقابل ان هم يغيروا بقى لا حديث عن دولة فلسطينية بالمعنى اللي احنا بنتكلم عليه وفقا لمبادرة السلام العربية 67، قام الدولة على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة للدولة. لا، هم بيتكلموا القدس هتدول تحت مظلة سبع قوات. السبع قوات دول من حلف الناتو مع وجود ثلاث دول عربية. هذا مخطط للقدس. ده نشر صحفي في جريدة ستوكهولم اليومية في السويد. الراجل ده بيتكلم بيقول ان يعني الداتا اللي جات له من اجهزة استخبارات امريكية بيقول ان فعلا ان يعني القدس هيتم تدويلها، وفي ثلاث دول، واحدة عربية واثنين دول إسلامية هتراقب الوضع، منهم العربية هو إلى الأردن وإسلامية تركيا وماليزيا، مع ثلاث دول تانيين برضو من دول الاتحاد الأوروبي. طيب، فالقدس الشرقية قالوا أنها خلاص هتدول يعني. بالنسبة بقى للوضع للسلطة الفلسطينية، هيتم حل السلطة، إقامة انتخابات تشريعية، إلغاء خالص فكرة، وده ده الأغرب وده الأخطر، فكرة المحافظين. مفيش محافظين ولا محافظات في فلسطين. أمال هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه بلديات وتوسع في الحكم المحلي. وده اللي احنا قلناه المرة فاتت، كانتونات. كانتونات يحكمها هو حكم محلي، لأن هو في إطار فكرة الدولة الفيدرالية. هي هتبقى فلسطين ولاية لا قدر الله. فولاية مش هتبقى هي نفسها محافظة في حد ذاتها يعني. طيب، النقطة اللي بعد كده اللي بدأ يتم طرحها ان احنا بالنسبة بقى لغزة والسيطرة على غزة، لا، هما بدأوا يتكلموا هنا عن اعادة خطة الانتشار وتبادل اراضي. ما قالوش بقى تبادل اراضي بين مين وعلى حساب مين واي نوع من الاراضي، وانه هيفككوا بعض المستوطنات مقابل يعني الحصول بقى، هياخدوا اراضي فلسطينية ويدوهم اراضي تانية كانت تحت السيادة الاسرائيلية. طب انهي نوع من الاراضي؟ طب هل تبادل الاراضي هيقف عند فلسطين واسرائيل ولا يمتد لدول اخرى؟ وبدأوا يتكلموا عن وضع يعني هو يؤكد ان لا مجال الى حديث عن دولة فلسطينية، ولكن هناك حديث عن وتنسيق امني بقى بيكلموا عليه، هيبقى موجود في احد الدول العربية بشكل اسبوعي، وان محمد دحلان اسمه بدأ طرحه. والغريب بقى ان حماس اللي اسرائيل بتعلن انها داخل الحرب، القضاء على حماس، حماس مطروحة ضمن التسوية، حماس مطروحه ضمن القوى السياسيه الموجوده. بس هذه وجهه نظر كاتب، ده وليس اكثر من ذلك. لا، وجهه نظر كاتب تؤكد ما ينشر الان من مراكز الفكر الاسرائيليه. يعني احنا لو بنتكلم على يعني المنهج الاستقرائي وزي نيكولاك دوتس، هو ده اللي بدا يطرح اقامه دوله واحده. ودلوقتي اسرائيل، وخليني بقى اقول لحضرتك نقطه مهمه قوي، ليه اسرائيل بدات تتوسع في الضفه بشكل يعني سافر؟ ليه عمليات القتل ده؟ حتى في يعني شهداء من الضباط فلسطينيين. وبدأت الصحافة الإسرائيلية تستخدم إيه؟
اسم تلصق فتح حدث في رام الله هذا الكلام بالظبط وتسمي حركه فتح بالارهاب. هو ده ايه ده سبيل الصدفه؟ لا، هي بتحاول تضغط بشكل كبير جدا على ان السلطه الفلسطينيه موجوده فين؟ موجوده في الضفه مش موجوده في غزه. الوضع جوه الضفه الغربيه مختلف عن غزه، غزه كان فيها مقاومه مسلحه فمسلحين اللي هي مين؟ حماس وليس المدنيين العزل. غزه يعني كان اطار محكوم بقى لهم حوالي هو اكتر من 33 يوم يعني مش عارفين يستولوا على القطاع. ولكن الضفه هناك المستوطنين في قلب الضفه، المستوطنين بس معهم 300 ألف قطعة سلاح. نعم. يعني جيش تاني. نعم. ده غير حماية الجيش الإسرائيلي ليهم وتوغل المستوطنين وعمليات القتل والحرق والكلام ده كله يؤكد ان هو في ضغط، في محاولة تغيير كبيرة جدا للضغط على السلطة ان احنا نقعد بقى ونتكلم عن الرؤية الجديدة المطروحة في إطار المفاوضات، ولكن بعد الحديث عن السيطرة على غزة. وهنا بدأت المحاولات الإسرائيلية بقى لتغيير، وطبعا احنا بنتكلم الأمريكان بيطرحوا السلطة الفلسطينية هي اللي تمسك القطاع، وبعد يعني فشل بلينكن من الدول العربية انها تتدخل في إدارة القطاع، ولكن النهاردة نتنياهو بيقول لا احنا هناخد يعني قطاع غزة هنسيطر عليه لفترة غير محدودة، وان احنا ده سواء بقى بعد كده اتفقنا مين اللي هيمسكها احنا بعد كده نقدر ندخل بسهولة نعمل عمليات تصفية زي ما احنا عايزين. الكلام ده طبعا بلينكن قال له لا انا بنصحك ان انت ما تعملش كده لان ده يعني غزة عبء عليك لن تستطيع ادارته. ولكن هو هنا بيعمل عملية نزوح، بيبتدي يقسم القطاع شمال جنوب وسط. الحديث عن تبادل اراضي، هل هو هيقدر يستولي على غزه؟ هل هو بيفكر ان ياخد جزء من غزه؟ خاصه ان يعني مشروع الممر الاقتصادي اللي قالته الهند هيمر في اراضي غزه، وهو طبعا علشان يضمن المشروع ده قناه بن جوني صحيح. وطبعا عشان يضمن ان ده ما يعملش مشكله بالنسبه لهم مستقبلا هيبقى حريص انه يامن المنطقه دي. طيب نقطة، وبدأت برضو بعض الصحف والمراكز الأبحاث الإسرائيلية تتحدث عن غزة تتحول إلى إندونيسيا، سنغافورة. طيب وخصوصا موقع غزة على البحر موقع جميل يعني. ولكن بدأت بقى هنا النقاط الأكثر خطورة. دلوقتي احنا بنتكلم ان لا قدر الله ما تم طرحه من قبل الباحث في السويد او الصحفي في السويد وما يتم طرحه من قبل مراكز الابحاث الاسرائيليه عن اقامه دوله واحده، هنا هنطرح اكتر من سؤال. اولا هو الدول العربيه امام دوله واحده يعني احنا ده معناه ان هم لا قدر الله صفوا القضيه الفلسطينيه ودخلوها في كانتونات في اتحاد فيدرالي في دوله فيدراليه بجيش واحد واقتصاد واحد وعمله واحده وسياسه خارجيه واحده، الدولة دي هل هي هتبقى مرسمة الحدود؟ هل هي قابلة للتوسع ولا لا؟ طيب الفترة القادمة يعني بايدن كان حديثه شديد الوضوح والخطورة. قال ما قبل 7 أكتوبر لن يكون هناك ما بعد مثل ما بعد 7 أكتوبر. صحيح. فأنا أتوقع في إطار قراءتي لما طرحته مراكز الفكر الأمريكية أن الفترة القادمة لا قدر الله بكره احنا بنتكلم عن قمه عربيه، اذا لم تستطيع القمه العربيه استخدام ما لديها من ادوات اقتصاديه للضغط على الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، انا بقول اضعف الايمان اقتصاديه يعني، وتم يعني الحديث عن تصفيه القضيه بالطريقه اللي انا حكيتها لحضرتك عليها، هنشهد بقى الفتره القادمه مش الخوف بقى على الفلسطينيين، لا الخوف على الدول العربيه. ليه؟ لان ده مشروع القرن اللي هم بيتكلموا عليه الامريكان، دوله المؤسسات، صفقه القرن، صفقه القرن والفكره الاكبر اللي هم شغالين عليها من التسعينات، ازاي اصدر النموذج الفيدرالي الامريكي والحديث عن ازاي يبقى المنطقه ريجنالزم. طيب الفكره الفيدراليه الامريكيه اللي هيتم تصديرها واسرائيل هي هتبقى متصدره الصوره فيها، هنبتدي علشان يقدروا يستولوا على الدول العربيه ويحققوا فكرة الحلم من النيل للفرات، مش هينفعوا في إطار وجود دولة عربية قوية ليها جيوش قوية وأنظمة قوية. هنبتدي الفترة القادمة نشهد إيه بقى؟ أكتر من حاجة. ما بين كوارث طبيعية مصطنعة، ما بين أوبئة مصطنعة، ما بين استخدام سلاح الفتن الطائفية،
ما بين استخدام سلاح اقتصادي وأزمات اقتصادية، ما بين صراعات داخلية، ما بين ميليشيات مسلحة، والحديث بقى هنا بقى عن ملف تقرير المصير، وهيبتدي يفتت المفتت، وبعد ما يفتت المفتت يفتت المفتت تاني. ونتحدث بقى كما ذكر American Enterprise Institute عن سايكس بيكو الجديد. هناك الكثير من الدراسات تتحدث عن تغيير الحدود السياسية بأكتر من آلية، أبسطها السياحة الدينية. السياحة الدينية، نعم. السياحة الدينية، وده هيربطنا بشكل مهم قوي ب هو ليه الدعم الغربي وخصوصا الاوروبي، طب الامريكي، واحنا فاهمين المسيحيه الصهيونيه والارتباط العقائدي بين اسرائيل وبين الولايات المتحده الامريكيه، طب ليه اوروبا؟ طب ده اوروبا المفروض هي اللي تخلصت من المكون العضوي المنبوذ اللي هو اليهود، يعني اللي تحوله الى مكون مفيد ومنتج لما ودته فلسطين. طب ليه دلوقتي يعني كل هذا الدعم والغطرسة، وخصوصا ان ده ضد حقوق الانسان؟ يعني احنا عارفين ان مثلا الاتحاد الاوروبي رافض عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي عشان حقوق الانسان. طب دلوقتي بقت اسرائيل في كل هذا الانتهاك وقتل الاطفال بقيتوا تدعموها بشكل سافر؟ خلينا بقى نبص على الخريطة اللي بتحصل جوه اوروبا. دلوقتي بدأ العودة إلى ما يسمى بفرسان المعبد وتنظيم فرسان المعبد مرة أخرى. وخليني أفتكر مع حضرتك يعني أكتر من حادثة مؤخرا. حضرتك فاكر في نيوزيلندا، مش بس في أوروبا يعني، حتى في نيوزيلندا كان في عندنا مسجد الفتح اللي دخل واحد برشاش وقتل المصلين في المسجد، وبدا يتكلم ويقول عبارات تعيدنا الى الحروب الصليبيه. وخليني ارجع لابعد من كده، لما بوش الابن قال ان على ضرب برجين الحرب الصليبيه، وبعد كده اعتذر. لكن فعلا منذ 2001 اللي هو تاريخ ضرب البرجين، وإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة سجل جمعيات اسمها جود تمبلر أند ميليتنت تمبلر، يعني فرسان المعبد الجيدين وفرسان المعبد الحربيين. بدأ يتم عودة تاني فرسان المعبد. فرسان المعبد عشان السادة المشاهدين هم جنود كان زمان كونهم عمل تنظيم ليهم الملك فيليب أيام الحروب الصليبية ليجيبوا بقى إيه؟ لأهداف استعمارية طبعا، تحت غطاء الصليب، واحنا كلنا عارفين قصه صلاح الدين وفيلم صلاح الدين، بنسميها حروب الفرنجه طبعا. وطبعا احنا عارفين ان رؤيه الـ يعني مسيحي الدول العربيه والكنيسه المصريه محترمه جدا ومتنيه جدا، هم استهدفوا المسيحيين طبعا، كانوا احد المستهدفين. لكن التنظيم ده بدا يرجع بقوه في 2001 وبدا يبقى موجود. يعني حضرتك تستغرب ان ماكرون الراجل العلماني مسميينه كاهن الكنيسه، كنيسة القديس يوحنا اللتراني. بدأ التنظيم ده يرجع وبيتكلم في أكتر من سياق. أولا عندهم جمعيات ليها علاقة بضد تعاطي الواين، حماية البيئة، الحاجات المقبولة جدا. وفي تنظيم تاني حربي مقدس ليه رتب عسكرية. التنظيم ده بيتكلم وبيقول ان احنا سنتدخل عسكريا لحمايه اي كنيسه تتعرض للاضطهاد بصرف النظر عن طائفتها. طبعا هنا بيكلموا ايه؟ ان هم بيحاولوا يستخدموا الدين كمطيه، وبيكلموا عن مسارات دينيه. المسارات الدينيه دي يعني اكيد الحكومات في الدول العربيه، لان في مسار بيبدا من فرنسا لغايه المقدسات المسيحيه في القدس. وبالرغم انها ان الصوت المسيحي في القدس مع نشهد الآن دكتورة شايفة حجم الضربات والقصف العنيف على غزة. نعم تفضل. ربنا طبعا ينصر أهلنا في غزة، ولكن هذه الحركات بدأت تتحدث عن إن هو يعني الشيء الأساسي أو اللي احنا ضامنينه ان هو هيجي لنا ناس متطرفين، وطبعا حكوماتنا للاسف الشديد طبعا اكيد هترفض، ولكن سيتم الضغط عليه عن طريق احداث ارهابيه من ضمن الناس دول، وهيبدا تاني العوده من خلال اوروبا، دول بيمنعونا نصلي ونحج. التيارات المتطرفه دي بتيجي متقاطعه مع المسيحيه الصهيونيه والرغبه في التعجيل بهرمجدون. طيب معانا على الهاتف الان الدكتور الاستاذ حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس. أسألك أستاذ حماس، أستاذ حسام، عن الوضع الآن في غزة.
هناك حديث كثير هدفه إحباط المعنويات بأن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتغلغل الآن في أراضي غزة وأنه يحاصر المستشفيات ويحقق تقدم. أين الحقيقة في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك هذه الحرب بيننا وبين هذا الاحتلال جزء منها مرتبط بالحرب المعنوية والمتعلق بالصورة والرواية. نعم. الاحتلال دخل في الحرب البرية منذ حوالي 12 يوم أو 13 يوم، وفي كل يوم هو يواجه بضربات ومواجهات قوية من المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام. كل المناطق التي سبق أن دخلها لم تكن بالنسبة لنا هي مفاجئة ولا غريبة، هي مناطق رخوة في قطاع غزة وهي خالية من السكان. لأن في اليوم الأخير هناك يعني تقدم بطيء في بعض المناطق لدبابات الاحتلال، لكن المواجهات ما زالت على حالها وعلى قوتها، وكان أيضا حتى ضربات صاروخية لقلب تل أبيب، وبالتالي هي مواجهات مباشرة وقوية. هو قريب من بعض المستشفيات صحيح، لكن هو لم يدخل أي مستشفى حتى الآن، والمستشفيات إجازا يعني الوصول إلى بعض المستشفيات. يعني هو حاول الاحتلال خلال الأيام الماضية أن يوحي كما لو أنها مراكز عسكرية ومراكز قتالية، هذه مستشفيات مؤسسات مدنية صحية كل العالم يعرف تفاصيلها، وفيها آلاف من النازحين الذين لجأوا إليها يعني بحثا عن الأمن اللي هو طبعا مفقود في قطاع غزة، لأن كل قطاع غزة يتعرض إلى القصف. لذلك حتى لو اقترب من بعض المستشفيات هذه ليس إنجازا عسكريا، وهو يحاول أن يرفع من قيمة هذا التقدم كما لو أنه قد اقتحم يعني عاصمة ما أو مركزا عسكريا أو مركزا قتاليا للمقاومة. طيب يعني هل بالفعل كما يردد الإسرائيليون أنهم استطاعوا الوصول إلى عشرات الأنفاق وأنهم دمروها وأنهم عصروا على أسلحة متقدمة داخل هذه الأنفاق؟ يعني هذا أيضا جزء من الكذب والتضليل الذي تقوم به قوات الاحتلال، شأنها شأن البدايات في الأيام الأولى حين كانوا يكذبون عن ما قامت به كتائب القسام في 7 أكتوبر. هي هذه معركة طبعا ومواجهات قوية ومباشرة، الأنفاق جزء منها موجود أصلا على أطراف الحدود، وبالتالي حتى لو افترضنا أنه وصل إلى بعضها فهذه تكون أنفاق عمليا خارج عن نطاق العمل المقاوم حاليا. وإذا استطاع أن يمسك بقطعة سلاح فردي هنا أو هناك أيضا هذا إنجاز تافه، هو يبحث عن صورة نصر لم يتمكن من الحصول عليها حتى الآن. المقاومة طبعا هي لا تملك يعني لا أساطيل ولا دبابات، نحن نتحدث عن أسلحة خفيفة يدوية، وبالتالي إذا عثر على بعضها هنا أو هناك هذا شيء يعني لا يستحق أن يتحدث فيه في وسائل الإعلام. لكن هو يركز كما قلت على بعض هذه الصور ليوحي بأنه بالفعل حقق إنجازات. عمليا لا يوجد أي إنجاز عسكري للاحتلال حتى الآن، والدبابات لم تصل إلى مناطق يعني كان مستغرب من الوصول إليها. شكرا لك سيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس. دكتورة كنت تتحدثين عن فرسان المعبد. ففرسان المعبد دلوقتي بيسيطروا بقوة على الفكر قادة أوروبا، يعني الهدف منهم بالأساس هو الوصول إلى هرمكدون. وتنظيم فرسان المعبد يعني بيشتغل دلوقتي في القدس بس تحت السيادة الإسرائيلية، وبيشتغل في بعض الدول العربية المجاورة تحت إطار فكرة السياحة الدينية والمخطط الإبراهيمي. للأسف الشديد هم بيتحدثون عن غزو دول عربية تحت مسمى حماية طرق الحج الدين المقدس مرة أخرى، وأن هو لو في كنيسة واحدة تعرض للاضطهاد هيدخلوا بقى عسكريا وحربيا، والكلام ده بدأ يسيطر على فكر الناس دول، وده بيتقاطع مع الدعم المسيحية الصهيونية لإسرائيل للوصول هرمكدون، لأن هدفهم كلهم معركة نهاية العالم، إن احنا خلاص نموت الناس، وإن هم بيتكلموا إن احنا جيل الأخير علشان آخر 80 سنة ولا آخر يعني 1000 سنة نعيش في سلام من وجهة نظرهم يعني. وكل واحد ليه روايته مين هينتصر في المعركة الأخيرة.
وللأسف هذا الفكر المتطرف يسيطر على قادة أوروبا ويسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية. وفي توجه أو في اقتراب بيتكلمنا عنه بشكل سريع الحلقة اللي فاتت، فكرة politicizing Bible أو تسييس الكتاب المقدس. ده منهج بحثي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية بيتكلم أن الكتاب المقدس هو والعهد القديم هو صالح لتفسير الحياة السياسية بشكل يومي. وبدأ ينتقد التفسيرات العلمانية، وبدأ يقول طبعا هنا في تأويل للنص في منتهى الخطورة، وكمان في تحريف ضمني للنصوص العهد القديم والعهد الحديث. ليه بقى؟ لأن هو بدأ مثلا يتكلم، حريك تخيل ان ضرب هيروشيما وناجازاكي امر الهي مقدس، وان انا لان هم بيسمحوا بيدوا نفسهم يعني شرعيه قتل الاطفال والنساء في الحروب، لانه بيوصفوها بانها زي الذبيح ايام سيدنا ابراهيم لما حاول يضحي بابنه. فهنا التضحيه في سبيل نصره الدين. حضرتك تخيل الكلام المتطرف جدا، ده كلام في منتهى التطرف. يعني ايه الفرق بينه وبين اي حركه متطرفه في على مدار التاريخ بتستخدم شعار الدين؟ الكلام ده بيسيطر على قاده اوروبا وبيسيطر على الولايات المتحده الامريكيه. في مثلا جمعيه اسمها جمعيه المؤرخين السياسه الخارجيه الامريكيه بتقول ان ما فيش حاجه استخدمها رئيس يعني امريكي من تصريحات ولا سياسه خارجيه الا ما هي جزء من ترجمه للكتب المقدسه. يعني حضرتك مثلا ضرب الفلبين قالوا ان الرئيس الامريكي جاله هاتف من السماء عشان يقوم بحرب الفلبين وضم الفلبين. هيك تخيل يعني لما يبقى ده توجه جوه دوله تؤمن بالديمقراطيه والعلم والتقدم. للاسف ده بقى موجود بشكل كبير بيسيطر على القاده دول، لان يعني الكلام ده بدا ينطبق في شكل عدد من السياسات اللي بقت موجوده، يعني وابرزها اتفاقات ابراهام اللي سموها باسم سيدنا ابراهيم عكس الاعراف الدوليه كلها. يعني مين يقول ان اتفاقيه سياسيه تحمل اسم يعني رسول من الرسل؟ ليه بدا سيدنا ابراهيم يلعبوا بيه سياسه؟ وليه الموضوع ده يرتبط باسرائيل؟ دي كلها علامات استفهام. يعني لابد ان يعني تدينا انعكاس هو العالم ده دلوقتي بقى بيفكر ازاي. طيب خلينا نرجع ونسال برضو، يعني هو بالنسبه كان معانا يعني بالنسبه للاحداث عن حماس، عشان انا عايزه اتكلم عن نقطه مهمه قوي. دلوقتي حماس مين اللي هيقول لاسرائيل لا قدر الله، يعني لا قدر الله لو هم مثلا يعني لا قدر الله دخلت وخدت غزه وبدات تهجر السكان، اوكي؟ مين اللي هيقول لاسرائيل ان انت قدرتي تقضي على حماس؟ يعني هل هم عارفين شكل المناضلين؟ ما يعرفهمش. حضرتك فاكر فيلم عادل امام بتاع الارهاب والكباب؟ ما هو نزل. يعني مين هيقول لكم ان انتوا يعني خرجوا ولا ما خرجوش؟ يعني انتوا ما تعرفوش شكل ابو عبيده شكله ايه؟ طيب النقطه دي مهمه ليه بقى؟ لان مراكز الفكر الامريكيه بدات تطرح عدد من التساؤلات وانقسمت الى اكثر من يعني يعني كاتيجوري او مجموعه. بدأوا البعض يقول ايه؟ ان حماس يعني لا يمكن لاسرائيل القضاء عليه، وان الحديث عن القضاء على حماس ده امر يعني في اطار الدعايه يعني البروباغندا الاعلاميه. وفي اتجاه اخر بيقول لا، لابد من القضاء على حماس. طب ده هيحصل ازاي؟ عن طريق دك غزه تمام بسكان خلص عليه عشان هيخرجوا ايش يضمنهم؟ نفس السؤال اللي انا سالته. اتجاه اخر بيقول لا، هي حماس موجوده لانها احد القوى السياسيه المهمه يعني في الساحه السياسيه الفلسطينيه، وانها تبقى احد الاطراف الجديده في التنظيم السياسي الجديد ما بعد غزه، ولكنها لن تتمركز في اقليم مثل اقليم غزه مره اخرى. طيب يعني وهم بداوا يدللوا على ده ان قاده حماس مش موجودين جوه غزه، يعني في الخارج. فالحديث عن حماس او انها حطاهم كهدف وانها داخله في غزه عشان كده، لا طبعا. وان ده اللي قالوا حتى اسماعيل هنيه وقالوا خالد مشعل، هل انتوا استهدفتوا مقاتلي حماس؟ لا، انتوا بتستهدفوا المدنيين الاطفال النساء، علشان انتوا داخلين حرب اباده، انتوا لازم عايزين الفتره القادمه تقللوا الاجيال المستقبليه اللي هتبقى موجوده في الدوله الجديده، جايين تقللوا معدل الخصوبه جوه الشعب الفلسطيني، جايين تقللوا عدد السكان.
وهو ده لان هم ما قدروش عن طريق الهوئيه الاحلاليه الجديده اللي صدروها للمجتمع او للدول العربيه انها تغزو الشعب الفلسطيني اللي هي الهويه الابراهيميه اللي بعض دول اتفاقات ابراهام بداوا يعملوا اغاني كده غريبه، انا بداوا يسحر رهيب خدني على تل ابيب، الكلام ده لم يدخل العقليه الفلسطينيه. لكن فبداوا ان هم يقللوا ده بالقوه المسلحه، بالعنف، بالاباده. وهو ده اللي مش قادرين يفهموه للاسف. هما برضو بعض الدعاية اللي بيقولوها قادة إسرائيل بيقولوا إن إحنا كل ما هنغالي من القوة والعنف كل ما ده هيخلي الشعب الفلسطيني وأهل غزة يضغطوا على حماس. الأمر ده كلام يعني في منتهى التخلف والغباء، لأن هما لم يعوا السيكولوجية الشعب الفلسطيني المناضل والشعب العربي. يعني احنا عندنا حتى في الصعيد لسه فكره الطار، يعني طب يعني ما بالك بقى انت هنا انت قاتل يعني الاب والام عشرة طبعا. يعني الاطفال نفسهم انت بتتكلم في ايه؟ يعني انت انت اللي انت عملته ده انت صحيت كمان. يعني كان في استطلاع رأي كان عامله مركز جالوب عن بيتكلم عن الدول العربية ورؤية الشباب الجديد تجاه إسرائيل، وكان كانت بعض الأرقام والإحصائيات ما كانتش جيدة بالنسبة لوعي الشباب الجديد. دلوقتي الدنيا اختلفت، الدنيا انتوا يعني لو كان حققتوا مكاسب الفترة اللي فاتت تجاه شعوبنا وشبابنا انتوا خسرتوها. يعني وبالعكس ده يمكن مكسب للقضية الفلسطينية، واكيد مكسب ان انتوا رجعتوا تاني صدارة القضية الفلسطينية، رسمتوا وجهكم الزائف المريض البغيض في عقولنا وعقول ولادنا والاجيال القادمة. ولكن بعض الاعلاميين بيساعدوا في هذا الكلام، بعض الكتاب بيساعدوا في هذا الكلام. انا عايز اقول لحضرتك ان في اعلامي شهير بيطلع وبيقول وينتقد ويدعو ضد المقاطعة وحاجات كتيرة قوي، وصفحة إسرائيل تتكلم بالعربية حتى صورته ومشايرة فيديوهاته. يعني الكلام ده علامة استفهام، الراجل ده مين وتابع ايه والأجندة بتاعته ايه؟ ولا هدف له إلا حماس والمقاومة طبعا، لأن الراجل ده يعني لما إسرائيل بتحتفي بيه خلاص هي قالت لنا هو مين. طيب، في تنبؤات تشير إلى أن نهاية إسرائيل 2027، وكثير من السياسيين ورجال الدين يقولون هذا الكلام. الكلام ده يعني هي إشكالية بقاء إسرائيل ومستقبلها، هي إشكالية تؤرق المفكر الإسرائيلي منذ القدم، منذ ما بدأ أول ما بدأ هيرتزل يتكلم عن إن إحنا هنعمل دولة هناك. وكان من أهم الكتب اللي ظهرت في ده كتاب أوري وزولي، هل ستبقى إسرائيل حتى 2048؟ وبدأ يتكلم فعلا إن الحملات الصليبية في المنطقة بتاعتنا دي ما قدرتش تتخطى 100 سنة، وإن إسرائيل أساسا عندها مشاكل داخلية. وده اللي احنا شفناه. يعني حضرتك تخيل واحد زي نتنياهو، يعني مجرم حرب وفاسد وعنده قضايا ومشاكل كتيرة قوي، وحاول اكتر من مره ان هو يعمل حكومه ائتلافيه ما عرفش غير من مجموعه من المتطرفين الموجودين معاه في الحكومه دي بسبب الكارثه اللي احنا فيها دلوقتي. طيب الراجل ده هو شكل من اشكال غياب ازمه القياده جوه اسرائيل. ما عندهمش قياده بقى تاريخيه زي مثلا شارونج، زي بيريز، زي رابين، زي مناحم بيجن، ما فيش يعني الاسماء دي بقتش موجوده. هم عندهم ازمه قياده، عندهم ده لو بنتكلم بشكل ايه فوقي. طب حضرتك انزل بقى على الشارع الاسرائيلي، عندك تفرقه بين يهود الفلاش ومش هننسى سالم انتيكا لما قتلوه في 2018 في تل ابيب علشان لون بشرته، واللي قتلوا جندي اسرائيلي. عندهم مشاكل مع فلسطيني 48، عندهم مشاكل مع اقتصاديه، عندهم مشاكل بين الاشكناز والسفارديم برضو لسه قائم، عندهم مشاكل بين المتدينين العلمانيين، وان هم المتدينين رافضين تجريدهم في الجيش مقابل العلمانيين لا بيطالبوا بيه. يعني هم مجتمع مليء بالمشاكل. المجتمع ده يعني بدا اوري وزولي فعلا يطرح ان بقاء اسرائيل لن تصمد، وده اللي بيقولوه دلوقتي اليهود اللي بيقفوا ويتظاهروا في الولايات المتحده الامريكيه ضد اسرائيل، وبيفرقوا بين اليهوديه والصهيونيه. ودي نقطه مهمه لازم كلنا ننتبه ليها، احنا مش ضد دين يهودي اطلاقا، ده دين الاديان السماويه، ولكن احنا ضد الصهاينه. الصهيوني ده مش لازم يكون حتى يهودي، هو من يؤمن بنقل المكون اليهودي الى الارض المحتله، هو ده الصهيوني اللي يدعم اسرائيل. وده اللي بتحاول بقى دلوقتي يعني بتفرضه علينا بقوه الدول الغربيه والاعلام الغربي. يعني حضرتك تخيل
ان مفهوم معاداه الساميه ومعاداه الساميه الجديده بدا يغزو اوروبا وامريكا منذ فتره. يعني الساميه كنا بنتكلم عن عداء اليهود، الساميه الجديده عداء اسرائيل، يعني اي حد ينتقد اسرائيل يبقى معادي للساميه ويتم حبسه ورفع عليه قضايا وغرامات وضيع مستقبله عشان انتقد كيان سياسي يعني دموي. حضرتك تخيل ان في الفتره اللي فاتت بدات الاف بي اي ومباحث الانترنت تحاول انها تعمل تحرك نوع من القضايا ضد النشطين وضد العرب والمسلمين واصحاب الضمير الانساني اللي هم بينتقدوا سياسات بايدن الداعمه لاسرائيل. ده احد التشانلز. تشانل ثانيه في اوروبا، في فرنسا مثلا طلعوا تشريع ان هم اي حد هيعمل شيرنج لفيديوهات تدعم القضيه الفلسطينيه وطبعا مسمينها بالارهاب هيتم حبسه. والكنيسه اتخذ قرارا بهذا الشكل طبعا. الكنيسه طبعا قالوا هنحبسه سنه. طب يعني فين حريه التعبير؟ طيب هو انتوا في اطار الاعلام الصهيوني المسيطر بقوه على الراي العام يعني بترفضوا ان احنا نعبر عن راينا؟ يعني هل دي دول بتتكلم؟ اكيد بتتابع الحمله الاسرائيليه على مصر وعلى انه مصر تجاوزت الخطوط وعلى انه مصر خيبت امالنا. كيف ترين مسار العلاقه بين مصر واسرائيل في الفتره القادمه؟ انا عايزه اكد ان موقف القياده المصريه موقف يعني بطولي وشريف، ويعني هم يمكن احنا واقفين، يعني مش عايزه اقول احنا من دول قليله تعدى على الصوابع دلوقتي اللي هي واقفه بقوه تجاه يعني العدوان الصهيوني المتغطرس. يعني مجرد ان احنا وجودنا هنا في الاستوديو بنتكلم على هذه القضيه بمنتهى الحريه والاريحيه، ده يؤكد ان احنا الدوله المصريه تجاهها ايه. مصر بترفض ورفضت سواء على مستوى القياده على مستوى الشعب موضوع التهجير. رفضت التهجير اللي بيحصل القسري دلوقتي من اهلنا في غزه. يعني رفضت ضرب المستشفيات برغم رفضت العدوان بشكل عام طبعا. ورفضت كمان يعني يعني بتضغط بشكل كبير جدا على دخول المساعدات الانسانيه اللي هي ايه بي حقوق انسان. يعني واقفه بقوه داعمه للقضيه الفلسطينيه بشكل كبير جدا، وفتحة يعني دراعاتها دايما لكل الفصائل الفلسطينية. ولكن لازم تفهم إسرائيل إن اللي هي بتعمله ده هي بتخسر يعني ظهير كبير جدا ليه. يعني إحنا كنا إيه يعني المناوشات اللي حصلت على الحدود أكتر من مرة، الغباء الصهيوني والغطرسة الصهيونية، يعني الكلام ده كله لازم تبقى فاهمة إن لا، هي مصر ليها عقيدة. الشعب المصري وده اللي قاله سيادة الرئيس 100 مليون 100 احنا 104 مليون 104 مليون مقاتل، مش مجرد مواطنين وخلاص. احنا يعني حاولنا نتناسى او يعني نسكت على الدم اللي بيننا وبينكم، يعني اللي انتوا يعني بتحتفلوا بيه وبتعلنوا كل فتره زي مذابح شكيد، وان انتوا ضربتوا ولادنا احياء ودفنتوهم احياء، وكل المجازر دي احنا بنحاول نسكت لكن انتوا مش ساكتين. لكن لغايه بقى دلوقتي وتصفيه القضيه الفلسطينيه وان المواطن المصري والمواطن الفلسطيني هو شخص واحد، جسد واحد، احنا وهم كيان واحد. لكن العقليه الاسرائيليه مش قادره تفهم كده. يعني انا اتخيل وهم فاكرين ان بعد خلاص ما يقضوا على حماس بقى زي ما هم بيدعوا يعني وياخدوا غزه بقى ان خلاص هيرجعوا بقى في اتفاقات ابراهام، وده اللي بتقوله واشنطن انستيتيوت وبروكينجز وبيقولوا معهد دراسات الامن القومي في اسرائيل. يعني ده غباء. يعني اي اتفاقات اللي انتوا اهم اركانها التطبيع الشعبي. يعني عكس اتفاقيه السلام بيننا وبين اسرائيل، فالتطبيع الشعبي مين انتوا مع كل المجازر دي؟ يعني مين هيبقى عنده القدره انه يحط ايده في ايد سفاح قاتل؟ يعني حتى الدول اتفاقات ابراهام هنلاقي مثلا البحرين خدت موقف شريف ومحترم جدا وقطعت العلاقات الاقتصاديه معاه. دول تانية راحت في اطار يعني تفعيل بند الدفاع المشترك بانها تضرب زي اللي قالته جورنالزم بوست. احنا طب هل تراهنين على الانقسام؟ غير مقبول. هل تراهنين على الانقسام؟ وانا هقول بس نقطه مهمه وده هيخسر الدوله دي ظهير شعبي عربي، الدوله العربيه دي كمان. هل تراهنين على انقسام داخل المجتمع الاسرائيلي؟ طبعا، وبدا ده يظهر. احنا ده خلينا نشوف بشكل كبير دلوقتي بالنسبه لاهالي الاسرى
هم حتى ضد، يعني كان في استطلاع عاملاه معاريف قالت ان هم يعني اكتر من 60% من المجتمع الاسرائيلي او 80% لو اتذكر صح، قالوا ان هم مع ضد الغزو علشان حمايه الاسر، لان احنا شفنا حتى ان اسرائيل قصفت شاب اسرائيلي موجود من ضمن الاسرى في مع حماس ومات. برضو بدأوا يتكلموا عن ان هذا الغزو يهدد يعني بقائهم، لان هم يعني المقاومة الفلسطينية مش ساكتة. برضو بدأ دلوقتي يتكلموا ويصطفوا حول كيف ستبقى اسرائيل بعد كل هذا الدمار، واحنا شايفين ان في رحلات لليهود خارج اسرائيل بشكل متكرر، شايفين ان احنا عندنا 200,000 مستوطن موجودين تتحمل تكلفة حياتهم وعيشتهم الحكومة الاسرائيلية اللي هي عندها اقتصاد منهار دلوقتي، وكان قبل غزة كمان منهار بشكل يوم. طب هم الناس دول هيرجعوا ازاي؟ الناس دول هيروحوا فين؟ الناس دول بقى دلوقتي المراكز الفكر الإسرائيلية بتطرح ايه بقى حضرتك أستاذ مصطفى؟ هيروحوا فين؟ هل سكان مستوطني غلاف غزة هيرجعوا غزة؟ هيرجعوا تاني غلاف غزة؟ لا طبعا. النهارده رئيس بلدية المستوطنات قال لن نعود إلى غزة، إلى غلاف غزة، إلى المستوطنات اللي على غلاف غزة الا اذا كان هناك ضمانات كامله. ايوه، يبقى هيروحوا فين بقى؟ اللي بيطرحوه دلوقتي هيروحوا دول اتفاقات ابراهام، دولتين اللي في الغرب والدوله اللي قريبه مننا. يعني ايه؟ يعني يعملوا اسرائيل جديده، مستوطنات جديده عند دول العربيه الكبيره اللي هي عند الدوله اكبر عدد سكان هنا واكبر عدد سكان هنا. اكيد لن يكون الامر مسموحا بهذه السهوله، لكن اللي انا عايز اقوله مستقبل نتنياهو النهارده بيتكلموا بقى في اوروبا ان مستقبل نتنياهو ده هيبقى متروك للرأي العام الإسرائيلي، ده شأن إسرائيل. ولكن مستقبل نتنياهو على المستوى السياسي في التعامل مع العلاقات الدولية يعني والدبلوماسي أعتقد أنه هو لن يكون أمامه مستقبل كبير. ولكن المجتمع الإسرائيلي للأسف يعني هو في استطلاع رأي عاملاه برضو معريف قالت أن احنا دلوقتي لو حصلت انتخابات اللي هيكسب جانتس اللي هو وزير الدفاع الدموي هياخد 40 مقعد مقابل حزب الليكود اللي بيرأسه نتنياهو 18 مقعد. بس دايما الدنيا في اسرائيل بتختلف، نتنياهو بيراهن على ما هو ما بعد غزه، يعني ايه؟ يعني هل هيعمل مكسب سياسي؟ وخصوصا هو بيتكلم هنا لو يعني كلام اللي طرحه الراجل بتاع السويد، صحفي بتاع السويد اللي قلناه اول حلقه، هيحصل، ده معناه ان فعلا ده مكسب سياسي لاسرائيل، وبالتالي شعبيه نتنياهو سترتفع. اللي بيخافوا خايفين منه الامريكان، وده اللي قالوه بشكل كبير وقالوا برضو مع دراسات الامن القومي في اسرائيل، هو القانون الدولي الانساني، هو تحريك قضايا ضد نتنياهو وقاده اسرائيل. وهنا بدا الكل ينقسم الى طيارين، هل مستقبل نتنياهو تم يعني القضاء عليه، وخصوصا ان ده هيكون في اطار ايد القضاء الاسرائيلي بسبب قضايا الفساد اللي عليه، ولا نتنياهو هيرجع بقى تاني كقائد جديد وزعيم جديد من خلال هذه المجزرة اللي عملها هيبتدي بقى يحشد دعم ليه ويطلع بقى ان هو قائد من القيادات التاريخية في اسرائيل؟ كل ده مرهون طبعا. انا شايفة ان الشارع الاسرائيلي من فترة طويلة يعني من سنة 2001 حتى الان وهو يمين الهوى، والدم الفلسطيني هو من يوحد اليمين واليسار، وان عندهم ازمه يسار من زمان. فانا شايفه ان لو ترك مستقبل نتنياهو بايد الناخب الاسرائيلي سيبقى نتنياهو، ولكن مستقبل نتنياهو لابد ان يتم عن طريق زي ما قالوا الامريكان محاسبته في محاكم لاهاي كمجرم حرب، لان هو فعلا مجرم حرب. ودي نقط مهمه جدا، ازاي برضو يعني لابد من بعد بقى الانتهاء المجازر دي لازم محاسبة الناس دي، محاسبة جانتس اللي هم شايفين دلوقتي ان شعبيته عليت، يعني استهداف الاطفال واستهداف النساء، هم بيتكلموا اصل دول يعني الامريكان نفسهم كمان بيقولوا اصل دول اللي هم انتخبوا حماس، بالرغم ان ده ضد مبادئ الديمقراطية. ولكن حتى لو سلمنا بالمنطق الغريب ده، هل الاطفال دول كان ليهم حق تصويت علشان ينتخبوا حماس ولا غير حماس؟ دول لسه ما بلغوش السن القانوني، يعني دول اطفال. وبالتالي وده اللي قاله اتلانتيك كاونسل قال ان ده غير مبرر، وان ده فعلا بيحط علامات استفهام حول رؤيه بايدن للمستقبل اسرائيل بعد ذلك. وبداوا يتكلموا في اطار
مستقبل بايدن نفسه. يعني شعبية بايدن هي في أدنى صورها، في انقسام عليه جوه الحزب الديمقراطي نفسه. شباب الحزب الديمقراطي اللي كانوا بيدعموا بايدن كلهم على القضية الفلسطينية، دلوقتي بدأوا يتكلموا بشكل برضو كبير. ان حتى يعني لسه معهد رسالة الأمن القومي أول امبارح طلع تقدير موقف وقال خبر غريب جدا، قال هناك ما يشبه ثورة داخل الإدارة الأمريكية، يعني داخل الحكومة الأمريكية، ما يشبه ثورة ضد بايدن. الكلام ده يعني طبعا كله علامات استفهام حول مستقبل أمريكا ومستقبل بايدن. و يعني وهل لسه دلوقتي ترامب قبل الحلقة عمل يعني تغريدة قال إن بايدن سيقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة، بالرغم إن ترامب إحنا عارفين مواقفه يعني المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية، ولكن يعني مع كل تطرف ترامب لكن لم يتم سفك الدماء، كل هذه الدماء في عهده. نعم. ولو ان صفقة القرن هو اللي اعلنها وهو اللي بيطبقها دلوقتي بايدن بمنتهى الخبث. نعم. طيب للاسف ودي نقطة مهمة جدا، هل احنا نملك ادوات لتغيير الموقف الامريكي؟ اه نملك ادوات. حتى لو ما كلمناش عن حرب ولا استخدام حتى سلاح البترول. يعني ابسطها ان احنا فعلا نطالب بيه او ندي انذار للولايات المتحده الامريكيه بطرد المستشارين الامريكان من بلادنا. ابسطها ان احنا نتكلم عن اي عقود اقتصاديه كانت مزمع توقيعها مع امريكا لابد من تجميدها، ويمكن استبدالها كمان بعقود مع الصين او روسيا. يعني امريكا دلوقتي ايه شايفه انها مش عايزه بترول العربي علشان هي راحت فنزويلا، بس فنزويلا نقدر برضو الدول العربيه عن طريق منظمه الاوبك انها تدخل وتعمل استثمارات فيها مقابل تقلل البترول اللي بتاخده امريكا. لابد من اتخاذ قرارات اقتصاديه قويه ضد الولايات المتحده الامريكيه، وليه ما يكونش معها مجلس التعاون الخليجي يطلب بمنع الدول التعامل مع الشركات الاسرائيليه. دي كلها نقاط مهمه اقتصاديه، احنا نتكلم اقتصاد علشان نضغط على الامريكان والاسرائيليين لوقف هذا الحرب وهذا النزيف. نعم، بهذه الكلمات وبهذه المطالب المشروعه نختم حوارنا مع الدكتوره هبه جمال الدين استاذ التخطيط بالمعهد القومي للتخطيط. شكرا لك يا دكتوره على هذا الحوار الثري الغني، شكرا لك، شكرا لكم، ونلتقي في 8 مساء الخميس المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.